فرحشي في دخولك وفي خروجك من الخطر، هسترك من الريح وإيدي تكون مظلة في المطر، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز. اسمه برج حصين وآمن للي يلجأ لي حماه، واللي من قلبه يآمن يلقى في الرب النجاه. ده الظلام زاد وغطى على الأراضي والبشر، نوره يشرق مجده يملى أرض من طلبه صبر. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هسترك من الريح وإيدي تكون مظلة في المطر، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز. يمتلي الفم بمديحه وافتخر طول عمري بيه، من هداني للمراعي من حملني على منكبيه، لعواز للي ينادوله للي يتكلوا عليه. دي الأسود بتجوع ولكن يشبع الناظرين إليه. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هسترك من الريح وإيدي تكون مظلة في المطر، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز. احنا كنا في كلنا خدام ويا خدام شباب، وما شفت لناش ولا صورة من الصور اللي عرضت دي، ولا حتى في الروبورتاج عبرتونا، مش معقول بقى ما شكلنا وحش. طيب هنرد عليكي بعدين، هم هيردوا عليكي بعدين. طيب انا هحكي قصة صغيرة كده، قصة امبراطور. الامبراطور غني جدا وفكر في مرة ان هو يبني كنيسة، تمام؟ فقرر ان هو هيجيب كل الفلوس اللي عنده ويلا يا جماعه هنبني كنيسه، وبداوا فعلا تمام. وفي يوم وهم بيبنوا، المفروض ان هم طلب منهم ان هم يعملوا له صوره ليه على باب الكنيسه، يعني ومكتوب فيها اسمه، يعني تذكارا ان هو اللي بنى الكنيسه دي بفلوسه. طيب حصلت حاجه غريبه جدا، وهو ان لما كان اسمه بيتكتب كان دايما بيتمسح لوحده وبيظهر بداله اسمين تانيين، فالعمال اتخضوا جدا وقالوا الامبراطور لو عرف هيزعل مننا جدا وهيفتكر ان احنا اللي عاملين كده واحنا اللي هنتعاقب، طيب احنا نمسحه ونعمل تاني. الموضوع ده اتكرر مرتين وثلاثه، ففي الاخر العمال قرروا ان لا احنا نروح نقول للامبراطور لان ده كده موضوع مش طبيعي. فالامبراطور لما عرف غضب جدا، يعني اللي هو ازاي انا اللي عامل الكنيسه ديت واسمين تانيين، انا اصلا ما اعرفش مين دولت هم اللي يتكتب اسمهم. فساعتها ظهر له ملاك وقال له ان الحقيقه ان في شخصين، هما طفلين، هما دولت الاولى منك ان هو يتكتب اسمهم على الكنيسه. ليه؟ عملوا ايه الطفلين دولت؟ قبل ما تتبنى الكنيسه كانوا دايما بيصلوا لربنا ان هما عايزين كنيسه تتبنى في الوقت ده علشان يعرفوا يصلوا فيها، ده اولا. ثانيا لما بدا بناء الكنيسه
كانوا كل يوم بيملوا المية وبيدوها للجمال، بيحطوها على طريق الجمال اللي بيبقوا مرايحين محملين العدة من المكان بتاع العدة للكنيسة. تمام؟ دي كده القصة خلصت. ممكن بقى تقولولي تستشفوا ايه من القصة دي؟ لا نصحى نصحى. تستشفوا ايه من القصة دي؟ تمام، ان ربنا بيقول ان الطفلين دولت هما كانوا بيخدموا بنائين الكنيسة، فعشان كده ربنا حفظ اسمهم وبيباركهم. ايه تاني؟ في حاجات تاني؟ خادم الكل سيدهم، عظيم. اتفضل. ربنا رب قلوب، جميل، صح. ايه كمان؟ جماعة بتوع كلنا خدامه، يعني ردوا، شكلكم وحشة. الو سامر والحوالين، تعرف تستفيد ايه من القصة دي؟ ها؟ ما سمعتهاش اصلا. في امبراطور، ماشي. طيب يعني بسرعه كده علشان ما تزهقوش، احنا مبدئيا اللي نتعلمه ان الخدمه بتبدا اي حاجه بالصلاه. الطفلين دول كان نفسهم في كنيسه فصلوا علشانها، وده اتحقق فعلا. ثانيا ان الخدمه بتبقى خدمه فعلا لما بتبقى عايز تعملها من قلبك. هما ما كانوش طالبين اي حاجه غير ان هما يعني يقدموا ميه للجمال. فالخدمه اولا صلاه، ثانيا لازم تبقى بتعملها من قلبك، وان انت تكون عايزها فعلا، مش بتعملها عشان انت طالب مديح الناس بس كده. تمام؟ تمام، شكرا.
انا هسال سؤال بس ممكن تردوا. هو كل واحد كان من وجهه نظره شايف ايه هي الخدمه؟ تاني ايه هي الخدمه؟ خدمه بذل وعطاء. ها اقدم حاجه لحد بمحبه حتى لو انا جايه على نفسي. حد تاني عايز يقول من الناس اللي هنا؟ ميرنا، الخدمه في اي مكان مش شرط اللي في الكنيسه بس. جميل. ايوه، توصيل كل الناس لربنا، تقديم صوره المسيح، انسى نفسي وانكر ذاتي. جميل. طيب ملخصة للي انتوا بتقولوا كده، هي الخدمة مش مجرد معرفة بتتنقل من عقل لعقل، الخدمة روح بتتنقل من الخادم للمخدوم. فلو ما كنتش تعرف ربنا فبيبقى خطر جدا ان انت تتكلم عنه. لو ما كانش في علاقة ما بينك وما بين ربنا بيبقى خطر جدا ان انت تتكلم عنه، لان في الاغلب مش بتعرف توصله. وعلشان تعرف ربنا لازم يبقى عندك محبة كاملة لربنا الاول، وبعد كده مع اللي بيتخدم يكون في محبة ما بينك وما بين اللي مخدوم. ولأن أكبر مثال المحبة أو من أحد أمثلة المحبة في الكنيسة هو كان أبونا بشوي كامل، فإحنا نتفرج دلوقتي على فيديو ليه. سلام. انا هحكي قصه صغيره كده، موقف حصل مع ابونا بشوي كامل. بس قبل ما احكي القصه دي هدي يعني نبذه كده، شويه معلومات عن ابونا بشوي كامل للي ما يعرفش. قبل ما ابونا بشوي كامل يترسم كاهن كان معاه شهادات بكالوريوس علوم قسم جيولوجيا، دبلوم التربيه وعلم نفس، ليسانس اداب فلسفه، بكالوريوس في علوم اللاهوتيه وكان الاول على دفعته، دبلوم في تخصص علم نفس من كليه التربيه في القاهره. بدا خدمته وهو 17 سنه، والناس كانت في الكنيسه مسميه الطاحونه التي لا تتوقف عن العمل من كتر ما هو كان بيخدم بشكل متواصل. لدرجه في مره من كتر انشغاله ما بين الخدمه والدراسه كانوا بيلاقوه نايم على السلم في الكنيسه. ففكر طبعا في الرهبنه، وردت ربنا خلته يبقى كاهن. حصل في مره دايما البابا ابونا بشوي كامل كان بيعلم ولاده الخدام والكهنه انهم عمرهم ما يشتكوا من حد في الخدمه، حتى لو بيعمل لهم مشاكل او بيعمل يعني بيعطل الخدمه، يا اما يحاولوا يحلوا المشكله دي بطريقتهم، يا اما يعتبروه صليب ويتقبلوا الصليب دوت بتواضع وشكر. ففي مره البابا اجتمع بكهنه اسكندريه كلهم عشان يشوف الخدمه ماشيه ازاي وكده. فابونا بشوي الناس كلها اتفاجئت ان هو ابتدى يشتكي من شخص في الخدمه انه عامل مشاكل وبيضايقه وي وي. ففي الاخر الناس كلها اتصدمت ان ازاي ابونا بشوي بيشتكي. جه اخر الاجتماع ابونا بشوي وقف واعتذر للناس كلها وقال لهم الظاهر اني غلطت يا ابائي، واعتذر لهم ان هو اشتكى من حد. في موقف تاني كان في ولد شماس في اعدادي ماسك الانجيل بتاع ابونا بشوي كامل وواقف بعيد عنه بمسافه يعني. فابونا كان عايز الانجيل فزي زعق له سنه يعني وقال له هات الانجيل يعني بنبره عنف كده. فقبل ما الولد يتحرك ويجي لابونا كان اعتذر له وقال له انا متاسف. فاللي ناخده من القصه دي كلها ان مهما علينا في مكانتنا في الدراسه في الشغل في الكنيسه، مش عيب ان احنا نتاسف، ومش عيب ان احنا نقبل اللي قدامنا، ومش عيب ان احنا نقول كلمه انا اسف لو غلطنا في حق حد. ودايما ناخد ابونا بشوي كامل قدوه في الخدمه، ان احنا ما نتكسفش او نقول ان انا لا انا الخادم او انا الكبير، وان احنا دايما نتاسف لو حصل مننا خطا.
ممكن نقول مع بعض دي حفظناها في 6 اكتوبر. بحبك ربي يعزف قلبي ألحن فرح وسلام، تهتف نفسي كل لربي قلبي وحبي والأيام. محبتي إليك ربي يا رفيقي في كل دربي، ثبت قلبي بك وزد حبي لك، ثبت قلبي بك وزد حبي لك. أنت يا حبيب وليس غيرك. بحبك ربي لذ حديثي عزأ نفسي في الآلام، تشفي عظامي تحيا بفرح يفيد حبي بالسلام. بحبك ربي لذ حديثي يعزأ نفسي في الآلام، تشفي عظامي تحيا بفرح يفيد قلبي بالسلام. محبتي إليك ربي يا رفيقي في كل دربي، ثبت قلبي بك وزد حبي لك، ثبت قلبي بك وزد حبي لك. أنت يا حبيب وليس غيرك. شباب احنا بيباركنا النهارده وشرفنا ابونا ساويرس رمسيس كان كنيسة العدرا شارع سيف، ربنا يدينا نعمة كده نستفيد من كده. اتفضلوا. بسم الله والابن والروح القدس الان واحدة من مجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ورده الدور امين. انا طبعا مبسوط النهارده ان جيت اخد بركتكم وبركة الكنيسة. حللني يا ابونا. شكرا. دلوقتي هقرا جزء كده من متى. حد هنا بيقرا من غير يعني تهرب من المجد الباطل؟ في حد بيقرا كتاب مقدس باستمرار؟ نعيما ايها العبد الصالح والآه. طيب اكيد في ناس بتقرا بس مش عايزه تظهر يعني. تعالوا طيب نقرا كده جزء متى 25 وممكن لما نروح برضو نراجع عليه. متى 25 اصحاح متى الاصحاح 25 من اول ايه 14 للاخر. نقرا كده مع بعض. يقول وكانما انسان مسافر دعا عبيده وسلمهم امواله. نركز مع بعض عشان الكلام هو شارح نفسه بس احنا علينا نركز سوا. وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله، فأعطى واحد 5 وزنات وآخر 2 وآخر وزنة، كل واحد على قدر طاقته. ونركز مع بعض في كل واحد على قدر طاقته. وسافر للوقت، فمضى الذي أخذ 5 وزنات وتاجر بها فربح 5 وزنات أخر، وهكذا الذي أخذ 2 ربح أيضا 2. وأما الذي أخذ 1 فمضى وحفر في الأرض وأخفى
فضة سيده. وبعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد وحسبهم، فجاء الذي أخذ الخمس وزنات وقدم خمس وزنات إيه؟ أخرى، قائلا يا سيد خمس وزنات سلمتني وهو ذا خمس وزنات أخرى ربحتها فوقها. فأخذ فقال له سيده، نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ثم جاء الذي أخذ الوزنتين وقال يا سيد وزنتين سلمتني هو ذا وزنتين أخريان ربحتهما فوقهما. فقال له السيد، نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل سأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ثم جاء أيضا الذي أخذ الوزن الواحدة وقال يا سيد عرفت إنك إنسان قاسي، تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض، هوذا الذي لك؟ أعطاه الوزن اللي هو أعطاه له خلاص. فأجاب سيده وقال له، أيها العبد الشرير والكسلان، عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر، فكان ينبغي أن تضع فضتي عند الصارفة، فعند مجيئي كنت آخذ لي مع ربا، فخذوا منه الوزن وأعطوها للذي له عشر وزنات، لأن كل من له يعطى فيزداد، وكل من ليس فالذي عنده يؤخذ منه. والعبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، حينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف عن الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره. ثم يقول الملك للذين عن يمينه، تعالوا إلي يا مبارك أبي رسل الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين، يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم، الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد هؤلاء إخوتي الأصاغر فبيه فعلتم. ثم يقول أيضا للذين عن اليسار، اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، وعطشت فلم تسكوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين، يا رب متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا، الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية، والمجد لله دائما أبديا أمين. امضوا بسلام، سلام الرب معكم. العظة خلصت. أنت مسيح بأمارة إيه؟ يقول لك كده، كل إنسان خادم مسيحي حقيقي. أنا رسالتي إيه كمسيح؟ ما أنا لو أنا جيت زي بقية الكائنات، زي بقية الناس، باكل واشرب وانام واستحمى واتزين ويوي وهكذا، وفي الآخر أموت وسيرة واتقفلت، يبقى ما عملتش بالمسيحية اللي أنا المفروض خلقت عشانها. أنا ربنا أعطاني نعمة كبيرة قوي، نعمة أنا على صورته ومثاله. مين فينا حد قبل كده يقول له صدق أنا شفت فيك المسيح؟ صدق أنت غسلت رجلي، مش بمعنى الغسيل، لكن بمعنى مثلا أنك شلت همي مثلا. مش شرط تيجي عن طريق المديح، بس تيجي عن طريق الإحساس بالبركة. أنا فين؟
حد يقعد مع قاعدة مع نفسه كده يقول يا رب انت كنت عايز مني ايه؟ قصدك مني ايه؟ في واحد يقول كده في الاعتراف انا مش عارف ايه لازمتي، انا ماليش لازمة. الموضوع ده صعب قوي ان الانسان يحس ان هو مجرد كائن عايش وخلاص، ليه حياة وهيموت وخلاص. وفي ناس كتير مننا واللي بيجي يحضر، في حد خادم هنا في الكنيسة؟ خادم خدمة في الكنيسة ولا فيش؟ في البعض، كويس. الكنيسة ساعات، هو مش ساعات، هو تقريبا ده موجود يعني، بيبقى في خدام في الكنيسة وفي خدام قليلين قوي بيبقى بره الكنيسة وليهم خدمتهم خدمة خاصة، وفي مشجعين او متفرجين. ودي مش صح. يقول لك كده لما كان السيد المسيح بيجتمع مع الناس زمان كان كل اللي موجودين بيخرجوا يكرزوا باسم المسيح، شافوا المسيح يقول يصنع خير كانوا يخرجوا كلهم يقولوا يصنعوا خير، شافوا المسيح بيغسل ارجل يروحوا يغسلوا ارجل، شافوا المسيح بيشفي امراض راحوا يشفوا مرض. لكن ما كانش في ناس متفرجه اللي هو وخلاص انا ما انا عادي ما انا باكل، طب انا بروح اصلي ما حلو انا هو حلو، بروح اتناول حلو جميل كل ده كويس، لكن انا عملت ايه الفعل بتاعي بقى؟ انا عايز احط في الصفحه بتاعتي كده يا رب في ناس عطشانه انا سقيتها زي ما قال، في ناس كانت جعانه انا اكلتها، ومش شرط انتوا عارفين مش شرط جوع الاكل، في جوع حاجات تانية كتير يعني، في جوع نفسي يعني واحد محتاج حد يكلمه يعني. في حد قبل كده جالي في اعتراف يقول يا ابونا انا بروح لاصحابي، او هي يعني سامحوني يعني هي واحده، بروح لصحباتي بقول لهم يا صحباتي انا عايزاكم تقولوا لي كلام حلو، هي متعطشه للكلام الحلو لانها ما لقتش اللي يقول لها كلام حلو، عدى اليهودي وعدى الكاهن وما دواش الجروح. لكن لما جه السامري الصالح عمل ايه؟ يقول كده كان بيداوي، كان عامل الحاجه على اكمل وجه، يروح يودي في الفندق ويصرف ويقول له كمان لو احتجت ايه هديلك، بس اهم حاجه هو يخف. ساعتها السيد المسيح ما يبص علينا كده يلاقينا ايه؟ هم دول مش عنوان، دول بالفعل مسيحيين، دول بالفعل مسيح، كل واحد منهم لابس المسيح، وهم دول اللي بيجلسوا عن يمينه. الخدمة مش مقتصرة على الكنيسة، مش مقتصرة على أنا أبقى خادم في الكنيسة معروف أستاذ فلان تصوني فلانة اللي معها المفاتيح بتاعت الدولاب اللي هناك، مش عارف أستاذ فلان اللي هو مايك صوته جميل صدقوني بتأثر. لا، الخدمة عند المسيح الحقيقية ملهاش دعوة بإيه مركزك بإيه موقعك خالص. في خدام الآباء يعرفوهم ولا الكنيسة أساساً، محدش في الكنيسة ممكن يعرفهم خالص، يكونوا بيخدموا كده خدمة مختفية. في ناس بتطلبها يا ابونا أنا عايز أخدم بس ما تخلينيش أخدم في الكنيسة، خليني أخدم بره. حلو، ده كله حلو، لكن ما كنش أنا أبص أقول يا طب أنا عمري ما اتعلمت، أنا ما حدش علمني. لا، الخدمة مش محتاجة الكلام ده. في خدمات محتاجة تعليم زي خدمة التعليم، أنا محتاج أقرأ، محتاج أذاكر، محتاج أقرأ إنجيل، محتاج أخش كورسات، كويس. لكن طوبى للرحمة لأنهم يرحمون، ده ما كانش، ده مش محتاج علام، كل واحد يعرف يرحم غيره، كل واحد يعرف يسامح، كل واحد يعرف يحب، مش مناظر. طب ما هو في ناس بتخدم على فكره وما عندهاش محبه، ده شيء يكون مؤلم. هل يكون خادم متأيد عند المسيح؟ لا، هو متأيد فين؟ في الكنيسه هنا متأيد، خادم بخدمه كذا، لكن ما عندوش محبه لاخواته، ويبقى ما ينفعش. شيل كلمه خادم ديت، ما ينفعش لسه. خلينا نشوف الخدمه بموضوعيه اكتر.
في ناس بيروحوا دور مسنين وناس بيروحوا خدمة معاقين بره في مراكز لمجرد بس. في ناس بيلموا نفسهم في الأعياد عشان يروحوا الأيتام يلموا من بعض مثلا يجيبوا حاجة يفرحوا بيها أيتام يروحوا يزوروا دار أيتام. دي كلها بتبقى خدمات جميلة جدا وبيبدوا فعلا نفسهم عن حاجات تانية كتير. فكرة البذل اللي المسيح أساسا جه قال كده أنا جئت إيه لأخدم لا لأخدم. يعني هو مش عايز مش بيقول أنا جاي أتخدم، لكن ما فيش واحد المفروض يكون مسيحي يقول أنا جاي أنا دوري إن أنا أتخدم. أنت عليك إيه وأنت عليك إيه. ساعات ده يقع في خطية الإدانة، شوف أهو ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا وده، طب أنت عملت إيه؟ أنا ما بعملش الحمد لله أنا مش خادم. لا يبقى برضه ما ينفعش الخدمة ديت. طالما أنا إنسان مسيحي فهو شيء مش اختياري، ده هو شيء إجباري، لازم أكون خادم، لازم أكون بكمل أو بعمل نفس شغل المسيح. أنا شو يقول لك إيه؟ أجلسهم عن يمينه، أنا الإيد اليمين بتاعت المسيح، اعتبرني دراعك اليمين يا رب وساعدني. ربنا يساعد ولا ما يساعدش؟ مش كل الخدمات مبنية يعني على كتاف خدام ولا على يد خدام ولا بسبب الحداقة والفهلوة اللي الناس فيها خالص. المسيح كده بيفرح الناس يقول لهم ترضى تكون مسيحي؟ يا مارينا يا مريان يا مينا يا مايكل يا أبانوب أهو كله مسيحيين، بس ترضى تشتغل معايا في الأرض؟ أنا طول يا رب اشتغل معاك، اشتغل فلاح عندك. آه طب هتعمل ايه؟ خد وزنة معاك، انت عندك طول أنا صح؟ آه هقدر أربح بيها. الربح في الخدمة مش في اسمك، مش في اسم الخادم، إن هو يتدرج ويكون مثلا يعني أمين أسرة أو أمين خدمة أو خالص عند ربنا مفيش الكلام ده. أم الغلابة عارفها؟ حد عارفين أم عبد السيد ديت؟ ها كانتش حاجة، هي كانت بس بتروح لأبونا تقول له تعالى نروح لزر فلان ونزور علان وخلاص. هي أم الغلابة هنا لكن بقت ملكة فوق، بقت عن يمينه لأنها إيه عملت شغل المسيح. كانتش بتاخد كورسات، هي ما كانتش بتاخد حاجات متخصصة، ده كان بداية الحاجات، بس بداية مفاتيح الخدمة. أنت بتعرف تحب، بتعرف تحتوي، بتعرف تشيل الألم مع ناس. في ناس بتخدم، كان في ناس شفناها ساعة تفجيرات، يعني التفجير هنا وفي الصعيد في الأنبا صموئيل، في ناس نذرت نفسها وقالت احنا لازم نبقى نخدم اهالي الناس الشهداء دول لانهم متالمين جدا. كانت حاجه مش في الحسبان انه يبقى في ثانيه كده ما يلاقيش ابنه ولا مراته ولا اخواته ولا اي حاجه، فنادروا نفسهم لخدمه زي كده، لبسوا المسيح الحقيقي بتاع الخدمه، مش مسيح اللي هو، لا ما ينفعش اقول على السيد المسيح هو بيخدم مش بيخدم، لا المسيح يخدم، المسيح يخدم. في ناس برضو أعرفها تحب تروح العزيان حتى لو مش قريبها، أنا هروح العزة، ويقفوا مع الناس بتوع أهل الميت لحد التالت وحد الأربعين. أنت عم جيت لنا منين؟ أنت تعرفناش. لا أنا مسيح، أنا بعمل شغل المسيح، لكش دعوة فوق، ده الشغل بتاعي أنا، أنا واخد وزنة قلت أروح قاعة العزة. في ناس كنت أعرفها لو سمعت جرس الكنيسة بيرن في وقت غير قداس عرف انه عزق يقول لك لازم اروح الجنازة، كل جنازة متخصص يروح. تنكد يا عم انت بتاع جنازات، يقول لك لا. انا ساعات، ده مش انا هو اللي بيروح دوت يعني بيقول كده، انا ساعات بخش جنازات بلاقي يدوبك نفرين ومش لاقين حد تاني يشيل معاهم الصندوق، يبقى مسيح ولا مش مسيح، يعمل شغل ربنا ويعمل شغل ربنا. كلنا مدعوين للخدمة، إنسان مسيحي بلا خدمة ما ينفعش، لازم أكون خادم، مش مقتصر على الكنيسة، مش مقتصر على حاجة، هخدم حتى ولو لوحدي. لما بيكون حاجة حلوة أن ربنا عطلنا في الكنيسة حاجة اسمها أباء روحيين، مرشدين روحيين، يقدروا يقوموني على موضوع الخدمة. في ناس بقى ممكن تاخد الخدمة طريق مش حلو، تاخد الخدمة
لمكاسب شخصيه. زي كده مثلا، طبعا الكلام ده كان بيتهزله الحاجات، يعني الناس كانوا بيقشعروا ليه زمان، بس دلوقتي رخص. يعني رخص عشان في ناس كتير استخدمته لمكاسب شخصية لوحدهم، فعلشان كله عمل كده الموضوع رخص. الخدمة رخصت. ايه هي؟ واحد يقول لك يا ابونا، نعم، انا عايز عروسة. طب حلو، بس يا ابونا اقول لك حاجة، ايه؟ تكون خادمة في الكنيسة. تيجي تدور بقى التارجت بتاعنا، انا هخدم في الكنيسة علشان يا دبلة الخطوبة بس. بقى هدور، هبقى انا هخدم في الكنيسة علشان، سلام، نكتب بقى على الفيس كده عريضة، الأستاذ الفلاني هو غاسل الأرجل، هو اللي عامل، والتانية نشجح ويقوم ترك لايكايا كده حلوة من الكبيرة دي، عارفنا؟ وخلاص. فوق في السماء هو استوفى أجره. مش حقيقي، مش هو ده، لأ، خادم اللي قلنا عليه في متى 25، أنا كنت جعان، كان فين الوقت اللي أنت كنت قاعد فيه على الفيس دوت؟ ما كان بيضيع، ما كانش في استثمار. الوزنة بتاعتك اللي خدتها، واحد خد 5 قال له يا رب 5 زيهم، شاطر بقى صاحب 10 وزنات، ربح. لكن اللي معاه وزنة دوت وعلى قده وحلوة، يعني محندقة كده، ده حتى ربنا من رحمته ومن حلاوته. شوف احنا كده لما بنيجي ننزل نشتري مثلا تيشيرت، انتوا يعني مش احنا، تيشيرت او بنطلون او اي حاجه، يعني في ناس كده عندها غيه ايه، بالذات عندنا احنا مصريين، يقول لك عندنا اشتري ايه واسع، ايه نمره، يقول لك عشان يمكن املى، يمكن اكبر، يمكن اي حاجه. ربنا من حلاوته مخللنا حياتنا على قدنا بالتفصيل، دي بتاعتي، دي على قدي بالظبط، لا تقدم يوم ولا تاخر يوم، زي يوم الميلاد ويوم الممات، هو دي حياتي اللي على قدي، ظروفها على قدي، تجاربها على قدي. ربنا يفتريش على حد، فيش واحد يقول لك ده ربنا جربني لحد ما اتصفيت، كفايه يا رب الرحمه من عندك، انت كده ما بترحمش. لا يا حبيبي، هو ده مقاسك، بس انت مستضعف نفسك. لا تقل اني ايه ولد، لا اهملك ولا ايه اتركك. انت ليه باصص لنفسك بس؟ مفيش خدمه، خدمه اساسها المسيح، يبقى انا على طول هبص ايه على المسيح، اقول له يا رب نحن لا نعلم ماذا ايه نفعل، ولكن ايه نحوك اعيننا. لازم الاقي نفسي في خدمه، ما ينفعش اكون تايه كده، انسان سلبي، ما ينفعش. انا مش بقول ان القعده على النت سلبيه ولا حرام ولا لا 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 خالص، بقى الافراط، الافراط مش حلو. ممكن اقعد واعرف اخبار واتواصل مع الناس وضحك وكل حاجه، مفيش مشكله، بس الافراط في الحاجه اللي تكون متسلطه عليا. عشان كده بنقول الخدمه مش مقتصره برضو على الكنيسه، لان ساعات الخدمه بتبقى شهوات الخدمه متسلطه عليا، وده برضو مش صح. اكون انا عندي شهوه التعليم، على فكره في ناس يكون عندها، يقول لك ايه بالذات في الزمن بتاعنا ده، يقول لك عندهم شهوه التعليم، هو عايز يظهر ان هو يكون ايه معلم، فيقوم قاري كتابين كده محترمين من اللي ليهم اسماء كبار كده، ويقوم لك بس ده قاري عن كتاب تجسد الكلمه للانبا اثناسيوس، ويقعد يحارب بيها ناس، ويقعد يحفر في ارض، عمال يعفر على الناس، حتى الناس البسيطة يقعد يعميها، الناس يدوبك اللي بتحلت بس عشان توصل لبق مية ترتوي بيه وتوصل بيه السماء، لا ده يعفر عليهم، يخلي ليه كل ده؟ عشان هو لابس صورة الخادم، لكنه مش عشان يبقى خادم. يقول كده ايه؟ لهم صورة التقوى لكنهم منكرون قوتها، لانه مش عارف الخدمة دي اساسا المسيح هو عايزها لنفسه. ده فلان المعلم يقولوا له كده، يا معلم انت النهارده ابهرتنا بكلامك. طبعا دي كلها حاجات
مش صح، لازم استثمر حياتي قصاد ربنا. يقول كده ربنا انتم نور، انت نور. تخيل كده، ركزوا معايا شويه، تخيل كده لو انت لمبه، كل واحد يتخيل نفسه ان هو لمبه كده، حاجه صعبه صح؟ يبقى شكلي وحش قوي لو انا لمبه. المسيح قال لك انت نور، وقال كده عن نفسه انا هو الالف والياء، انا الاول والاخر، يعني انا الايه؟ المصدر، انا الينبوع. من يشرب من الماء الذي انا اعطيه لن يعطش ابدا، مش هيطفي، مش هيعطش. اللي هيتوصل لمبته كده بالمسيح هيفضل منور. ما ينفعش انا اجي اقنعك كده في مره واقول لك في لمبه انا جبتها لك مهببه او مشروخه سودة كده اللي هي عمرها ما هتنور، واقول لك خد اتفضل لمبه مني ليك هديه، هتعملها هتعمل فيها ايه اول ما تاخدها؟ تاخدها تكسرها، هترميها على طول في الباسكت. ليه؟ بأماره ايه لمبه مش منوره؟ لازم اكون منور، لازم اكون متصل بالمسيح. فيش خادم من غير صلاه يبقى على طول منور، فيش خادم من غير حب، ان هو بيكره مثلا، من سماته ان هو بيحتقر شخص ما، يبقى مضلم، يبقى لمبه مشروخه. ما لو سمحت يجي ربنا كده يقول لك لو سمحت ما تقوليش على نفسك ان انت ايه لمبه لانك انت ايه مش منور، تقوليش عن نفسك ان انت مسيحي لانك انت ما كنتش نور في العالم، ما كنتش ملح في الارض بتصلح، ده انت كنت بتولعها. فاكر المشكله اللي دخلت فيها؟ فاكر لما رحت فقلت عن فلان ان هو عمل وهو اصلا ما عملش، بس انت عايز تظهر بصوره حلوه قدام صحابك، بتولعها انت كده، مش بتنور، ده انت بتولع. ما ينفعش. انتم نور العالم، بتنوروا، بتصلحوا، انتم ملح الارض، ليكم تخشوا على الحاجه، على الجرح كده تطهروه، تطيبوه. هو ده الانسان المسيحي اللي لازم يكون بيخدم سكتوا ليه؟ أنا اللي بتكلم. في نقطة عايز أكلمكم فيها ودي بتحاربنا كتير، نقطة المقارنات. عينينا تعبنا ومخنا تعبان، تعبنا مش مخنا تعبان، لا سامحوني مخنا تعبان دي حاجة تاني، مخنا تعبنا وعينينا تعبانة. ليه؟ ببص دايما على غيري، ببص على اللي في ايد غيري، ولو النهاردة مسكت نفسي بكرة مش هعرف امسك نفسي، او لو فلان بس جينا كشني لا مش هستحمل، هشوف فلانة اللي مثلا حصل لها احداث احنا بنفتكرها احداث حلوة، فانا بغير من جوايا، بشعلل كده. ساعات اشوف فلان اللي هو ممكن يكون اشتغل شغلانة حلوة او ربنا رزقه او ابتدي انا مع نفسي حتى لو مش قدام الناس، وربنا بتاع فحص القلوب والكلى عارف هو دوت بتاع مخدعك، عشان كده يقول لك لما تحب تصلي خش مخدعك، صلي لابوك الذي يرى في الخفاء. ليه؟ عشان هيحس بيك اكتر واحد. تقولش مع نفسك، تقعدش مع نفسك وبس من غير مسيح. هقعد مع المسيح واقول له يا رب دلوقتي في كذا، طب اديني حكمه، طب اديني محبه. في واحد كان في مره اتنصب عليه، فراجع مقهور، قهرة النصب دي وحشة قوي، ما الواحد مثلا يحصل حاجة ويقوم منصوب عليه في فلوس هو بالنسبة له كتير، فراجع مقهور ومكسور جامد قوي، عمال يعيط، وليه الظلم اللي في العالم ده؟ ليه ربنا عطى القوة في فلان ان هو او
او الـ يعني الحداقه اللي بيقولوا عليها في العالم ديت ان هو ينصب عليا وهو معاه كتير وانا معايا قليل. يعني انا اتألمت من النصبه ان انا اتنصب عليا النصبايه ديت، وهو نفسه بالنسبه له ما زادش كتير لان هو اساسا انسان غني. راح دخل اوضته وصلى. انا بقول لكم على حاجات حصلت بالفعل يعني مع ناس. وصلى قال له يا رب، الكلام ده هو رجع وحكاه بعد كده، قال له يا رب انا زعلان، انا اتنصب علي عزيني. انا مش بقول لك حتى رجع، هو لقى نفسه انه بيتكلم كلام لما اتكلم وقعد قدام ربنا ما بقاش يتكلم كلام حتى غضب. يعني هو قاعد معانا في القعده كان غضبان، وازاي مش عارف ايه ودول قد كده وانا بالنسبه لي دول كتير وهم لما صلى مع ربنا وشاف المسيح في الصلاه، مش شافه يعني كده، لا يعني حسه بقلبه، ابتدى يتكلم كلام منطقي. قعد يقول له يا رب خلاص عزيني، ايه يعني كم الف ما خلاص راحوا، انت اللي جبتهم ولا انت اللي بتجيب وانت اللي معيشني وانت اللي بتاكل العيال، مش هو ده اللي انا ايه هزعل عليه. خرج من الصلاه ولا 100,000 واحد يكلمه ويعزيه بالشكل ده. ليه؟ هو قابل المسيح. عشان كده دعوه كده، خلينا نقعد مع نفسنا نشوف انا المسيح مختلط. احنا عايزين نعمل ميكس حلو كده في الخلاط ما بين المسيح وما بين حياتنا. انا النهارده نويت اعبد ربنا يوم الحد، فهعبد ربنا ازاي؟ هروح القداس، بعد القداس خلاص انا عبدت ربنا، قدمت ساعتين يا رب انا عبدك الباش مهندس فلان الفلاني، قدمت لك ساعتين يوم الحد وصمت لك الاربع والجمعه، ها انا مثل انا مش زي باقي العشرين الناس الوحشين اللي معايا في الكليه دول اللي ما يعرفكش، اللي دايما الشتيمه في بقهم والنميمه في بقهم، وهو اساسا مش عامل خلط في المسيح بالمسيح في حياته، هو خادع نفسه. انا رحت فاكر نفسي انا قدمت لك ساعتين، مش جاي ياخد منك بركه، جاي ياخد منك توب حلو مسيحي اروح بوسط الناس اتاجر، ابقى تاجر شاطر قدامك واربح الناس اقدمهم ليك. اقول له يا رب ها انا ذوي الاولاد الذين اعطيتني، مش كل حاجه الاولاد يعني الصغيرين، لا اي حد انا اتعاملت معاه لابد ان هو ان انا اربح بيه وادخله السماء، انا اخش السماء وغيري يخش السماء، فانا على طول اخلي فيه صله ما بيني وبين ربنا. في موقف صعب على طول انا هستنى يوم لحد اما اروح ولا لحد اما اعيش لي شويه كده اللي هو يعني يجي لي كده نخوه نزعه العباده بتاعتي؟ لا، من دلوقتي على طول يا رب طب اعمل ايه؟ قعدت قاعدة وحشة، قعدت في ماسورة المنافقين وفي مجلس المستهزئين، هعمل ايه؟ لا، هدور على مجرى المية اللي انا هتزرع فيه اشوف عند المسيح. عشان كده لما نصلي على طول اصلي بالمزامير اتأمل اشوف انا فين الراجل اللي بيقول عليه المسيح، يقول كونوا رجالا، طوبى للرجل الذي، الكلام ده للستات والرجالة، هل انت راجل؟ هل انت راجل في المسيح؟ ازاي؟ لان انا ما بعملش، انا بعمل بالوصيه، ما بعملش بالحاجات بتاعت العالم، على طول متصل بالمسيح، على طول متصل بمصدر الكهرباء، انا لمبه حقيقيه منوره، انا شجره مثمره. ربنا يدينا كلنا ان احنا ندور على خدمتنا، نبعد عن اي كسل، نبعد على اي تسلط، نبعد عن اي مقارنات وعن مشغوليات، ويدينا الحكمه ويملاكم نعمه. اشكر طبعا يعني استاذ فادي وابونا مكاريوس واباء الكنيسه ان هم دعوني اخد بركتكم وتذكروني في صلواتكم، ولربنا المجد الدائم الى الابد امين. حنت اللحظه بقى بتاعت الهدايا. احنا عاملين لكم هدايا تذكاريه بخصوص المشاركه في كلنا خدامه، ومعانا فريقين بتقييم الخدام وتقييم المخدومين، يعني اول والتاني ما يفرقوش كتير في الهدايا، بس زودناهم حاجه صغيره كده. تمام، يلا.
طب احنا معانا المجموعه الاولى جروب اي، بشويب عادل، تريفينا يسري، بشوي عادل تريفينا يسري، جوسيان بطرس، لا جوسيان بطرس، سامر نصري، شيري عادل، شيري ماجد، فادي لويس، سامر نصري، فيرونيا رأفت، فيرينا عماد، كارولين خيري، كورولس علام، كورولس وجدي، مارتينا مشيل، ميرنا ماجد، مريم أشرف، بعد كده معانا جروب اف، إفرايم جورج، أول واحد خالص، جماعة بعد إذنكم إحنا المجموعات متقسمة وكل واحد عارف مجموعته صح؟ فمحتاجين نسرع الموضوع شوية، هي بس الهدايا عشان عليها صوركم بأساميكم، فاللي يتنادى المجموعة بتاعته تبتدي تجهز على طول. جماعة جروب إف، إفرايم وإيريني رؤوف وبسنت ودينا وكرولوس ملاك ومارتين ماهر، تمام؟ طب نتحرك بسرعة يا جماعة لو سمحت، يعني اللي شارك في كلنا خدامه ممكن نقف كده عشان نسرع بس. مجموعة سي، أبانوب بولس وفرونيا حنة وفرونيا عماد وأندرو مجدي، فايز توفيق، كرولوس أشرف، كرولوس منير، مارتينا معوض، مارك نبيل، ميرنا مفيد، مينا ماهر، نبيلة رأفت، تمام؟
فاضل حد كده؟ الاخر جروب، الجروب اللي قبل الاخير اللي هو في المستوى الثاني، جروب دي افرونيا نعيم، رنا يوحنا، سيلفانا اسامه، فيرونيا ابهج، فيرينا ابهج، لارا عاطف، مارتينا لبيب، ميريهان ويليام. جروب دي من الخدام اللي كانوا معاهم ميرنا ماهر ومينا موريز. المستوى الأول جروب بي، شموع شكري، فيرونيكا غطاس، فيلومينا ناجي، ليليان إيميل، مادونا سعيد، مارتينا موسى، مريم مرقص، مونيكا جورج، ميرنا نبيل، ناردين عادل. كيرو كيرو صورهم صورة. من الخدام اللي كانوا مشاركين معاهم مارينا نصر ومارينا مؤنس. في جروب A إبراهيم ويليام، أرساني توفيق، أندرو عبدو، رمزي باسم، بيتر مرقص. الخدام اللي كانوا مشاركين معاهم كرولوس فيصل، ميرنا سامي، إلين سامح.
طبعا حابين كلنا نشارك، حابين كلنا نشكر ابونا ماكاريوس واستاذ فادي لان بسببهم كلنا شاركنا في كلنا خدامه. جماعة احنا بنشكركم بجد على الفترة اللي فاتت، كانت فترة مثمرة، ياريت نكررها تاني بعد اذنكم، ياريت اللي ما شاركش المرة اللي فاتت يشارك بعد كده ان شاء الله بإذن ربنا. ممكن لو انتوا حابين نعملها في اول شهور الترم التاني، لو مش حابين هنعملها السايكل اللي جاية في الصيف الجاي بإذن ربنا. محتاجين ارائكم كلها في الخدمة على الواتساب، بنعمة ربنا هنجهز جوجل فورم ال 6 اكتوبر للتقييم، لو حد حابب يضيف اي حاجه كتابه او كومنت يكتب عليه. تمام، شكرا لك. امين الليلو يا زوك سابتريك يوك اجيو نماتي كنين كاين ونستونيو نونا من تنوشي فولينغو موجي اوبن شويس يسوس بخريسوس مون موهم بيارو ماري بكناين انتكيرينيو انصفتم بكليو سوتي مونو ونينان كريه ليسون كريه ليسون كريه افلوغي سون امين اسمو ايروي اسمو ايروي استيمي تانيا كوني ايفولغم باسم. يا خريستوس بنوتي يا ملك السلام اعطينا سلامك وكرم سلامك، اغفر لي رب خطايانا لك المجد والعزه والبركه للابد امين. اجعلنا يا رب مستحقين كل الشكر، ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، اغفر لنا رب ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، وتدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوة والانما حبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة عطية موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب. الناس اللي خدوا الهدايا بتوع كلنا خدامه هم بس معلش عايزينهم تحت في القاعة، في قاعة المناسبات، مش قاعة المناسبات يا فادي؟ أرشزياكم؟ سوري، في أول قاعة في وش السويتش. ماشي؟ عايزينكم، هنقول لكم حاجة كويسة يعني. ماشي؟ مستنيينكم تحت، بس على طول دلوقتي.